يعطيني 10 مليون وندير انا ويا وكاله تنموت وياخذها. قلت لي ولا هذا يقلب على قتلك ويقول لي لا. قال لي انا هذا الشيء اللي كانت قالت لي امي، قالت لي عندك. قلت لي هذا الشيء راه فيه يقدر هو يجي يقلب عليك، قلت لك يقدر يعطيك السم باش ياخذ دار. عنده مسكين واحد الافكار، سال الخدمه من المارسيت، راك خدا واحد السيطون ديال الماحيه، خدا واحد نص باكيه كامل، جايب كاسيطه ديال فان دام جايبها معاه غيتفرج فيها، عنده الفي سي دي، خدا شويه كالامار شويه السردين الحوت مقيله، خدا شويه ديسير. سمعوا واش طرا لي، حطيت ومع مسخوط الوالدين مسقعص، حطيت داك الشيء قليتي المقيلات ديال الحوت الكالامار بوحدو كذا بابيو دي بوحدها، حطيتي الماحيه الثلج الماء. قالك الكارو، الكارو ترى جديه راه جاب نص باكيه كامل ومعاه هو مسخوط مهم مسخوط مع داك الخضره وداك الشيء، نسى الكارو راه جابو هو يرجع باغي يجيب الكارو معاه بغا يدور. شدو بوليس المينوط كريفيطات كريفيطات، والله الا تخرج مشي تغديت معاه البارح مسكين. قالت الوالده قلت لها مشي تحسن ومشي تغديت معاه مسكين، داك كروفيط وداك الشيء برد يومين كليناه كالادي وجيت بحال هادي. هذا كيفاش غتبدا الصداقه بيني وبينه؟ هي بدات بجوج تصرفيقات وسالات بجوج تعنيقات، ما عرفنيش هو ما عندوش مع هادشي ديال السوشيال ميديا. دويت معاه قلت ليه سير ريح هذاك سير ريح، هو يقول لي ما عرفتينيش. قال لي انا مهمه، قلت ليه اجي نقول لك. قلت ليه كيفاش قصه وقدام لك المحابس، قلت ليه كيفاش قصه هاد المهمه، هو يقول لي المهمه. قال لي وانا نقول لهم واه الدراري، قلت لهم هذا راه كنعرفوا قصه المهمه. قلت لهم راه كيبدا يضرب في شي واحد كيبدا يقول لي المهمه المهمه المهمه، صافي هي شي المهمه، هما يبداو يكخراو عليه بالضحك كلهم. انا قلت لهم راه ما قلتش شي حاجه كضحك، وانا ندير ليه ما ما طاح غيب ناض مع 6 الصباح جاب لك حدايا. قال لي راه ما عرفتكش راه علاش جاي عاود لي الدري وكذا، وبقينا داوينا حنا ولا هو ولا صاحبي ولا صاحبي. وان شاء الله فاش غيسهل عليا الله غيسهل عليا الله وغندير تويتش غندير لي شهريه 40000 غياخذها حد الدار ديال 40 مليون 40000 في الشهر غتاخذها. المهم دريوش مسكين التصرفيقات مني شويه ما عادش تكون جاب لي شي ميك مسكين، جاب لي بيضه وخبزه وفرميل. صاحبنا وليت كنعطيه طاكوس ما عم قال لي شنو هو هذا، المهم ما كيعرف والو، المهم واعر كيعرف كل الخضره شحال داير المارشي اليوم. هذا ما كان الدراري، المهم الرجوله المهم 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 هذا الشيء. دوز معايا واحد اخر قصيور، وكنبغي نقول حكيموفيتش اخيرا لقينا واحد قصر منك، واحد خونا قصيور كنت كنلعب به شويه قصيور، كنقول له انت دابا كيفاش كتحرك كيفاش فهمتي. واحد السيد قصيور ود سيد بالنور، تحياتي للناس يا سيد بالنور قصيور كذا، خشيت مسكين حتى رجليا في المانطا بطاحت قد يديش مسكين صاحبي، وراسو صغير ومني كيبغي يدي دوي كيبدا يبكي كيبدا يقول لي مالك شوين وين. مرة مرة كنقول له نوض نوض والله إلا كنتي لقيت باش نتسلى بعدا، كنقول له نوض دير طاوة دير شي حاجة الله يكثر خير وتعاون مسكين. كاع الدراري ضحكنا معاهم، واحد وجهه بحال اللي غادي يحكموا عليه بالإعدام أصاحبي من ساعة، أقسم بالله خلعني أصاحبي عرفتي بالك وديرها خنزرت فيه دفلت عليه ما خليت ما درتش، وبغيت غنتسالح نعرف نسمع صوت حتى خونا قتال صح واش خفت مع نتوما عارفين دابا تبارك الله القانون والتصور وكذا، الله يكثر خير الملك والله يرحم الوالدين الاسره العلويه القصر الزرابي ديال القصر الربيع الفيلات واعلى حانوت الله يكثر خيرهم دوك الناس اسره هذيك راه اسره ملكيه علينا بالاحترام. بالنسبه للناس ديال السلطات ديال الدوله وهذا الشيء الله يرحم ليهم الوالدين والله ما يظلموك، راه حنا كلاب واش البوليس غيظلمك؟ راه ما غيظلمكش البوليس اصاحبي، راه ما يمكنش بوليس حتى غادي غيجي غيقول لك ماك خمزرتي فيا مالك درتي، حتى كتوصل عندو وكيدغمل بامك. عمري ما باقي نوصل تما انا، شفت انا معروف انايا معروف واش دوز مساك اللي ما معروفينش. خويا ديديكاس العكاشه خويا ولد برشيد، اكتشفت هذا الانستغرام اخويا راه صدعتيني والله، تحياتي خويا عكاشه ولد برشيد تحياتي الله يحفظك حق اللعب. شوف عاود عاود واحد اخر عارفك بغيت تسكريني، تحياتي خويا عكاشه ولد برشيد الله يحفظك خويا راك تما عاقل عليك من ليامات 20 و5 برشيد المدينه اللي هاي برشيد ايبيزا المغرب ناس بسطاء بقى فيها بوطه صغيره كوكا ديال الدجاج قرقوبي موضه مديحة صيفطي صيفطي ليا مديحة إلا بغيتي طلعي صيفطي غنقلبها شطيحت أنا وغنقلبها تيتيز صافي أنا بحال مول الكاسكيط أنا فاش كان مسكين كيشري ديك الصيرفات ديال ليفربول.
حمراء كنت كنعرفو غير طالع. كنعرفو كتجمع لي جناب.